بعد أن علم رئيس أمن دائرة عين الملح بحلم تلميذين يدرسان بمدرسة الشهيد بالخير محمد بأن يصبحا ضابط شرطة في المستقبل، بادر إلى مفاجأتهما وإسعادهما، فها هو الطفل ياسين ذو 10 سنوات يلتحق بمقر الأمن ليعيش أحد يوميات رئيس الشرطة. بعد أن تفقد مكتب الاستقبال واطلع على المستجدات، ها هو العميد ياسين يلتحق بمكتبه ويزاول عمله. الطفلة لينا ذات 10 سنوات هي الأخرى كان لها نفس الحلم، فعملت سكرتيرة رئيس الشرطة الطفل ياسين الذي اجتمع مع الضباط وأعطى لهم التعليمات، ومن ثم الخروج إلى السد الثابت بمدخل مدينة عين الملح ليرى عمل الشرطي في الميدان، أين أعطيت لهما معلومات عن كيفية تفقد وثائق السيارة وتسهيل المرور وغيرها. في إطار الحملات التحسيسية التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني مع مختلف الشركاء وخاصة مع المؤسسة التربوية، وبعد صبر الآراء للتلاميذ مع ابتدائية الشهيد بالخير محمد حول مهنهم المستقبلية، اكتشفنا أن هناك تلميذان كان حلمهما أن يصبحا ضابطي شرطة، وفي هذا الإطار قمنا بتلبية رغبتهما في يوم كامل يعيشان فيه مهنة وعمل ضابط الشرطة اليومية. كانت أمنيتنا أن نصبح ضابطي شرطة، وحقق لنا أمن دائرة عين ملح هذه الأمنية. إنني سعيدة جدا أنني حققت أمنيتي. أشكر رئيس أمن دائرة ومديرتي التربية ومعلمي ومدرستي. فرحة لا توصف غمرت الطفلين بعد أن حقق لهما أمن دائرة عين الملح حلمهما، حيث اختصرا الزمن 10 سنين وعاشا يوما كاملا كضابطي شرطة.